في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه اي كيو تي 1. اهلا بك سيد رائد. اهلا وسهلا. بدايه سنتحدث عن اداء النفط في تعاملات اليوم. خام بريد كما شاهدنا دون مستويات 63 دولار للبرميل بضغط من التوقعات بارتفاع انتاج النفط الصخري. على الاقل على المدى القصير ما هي النطاقات التي سيتحرك فيها النفط على مستوى السعر يعني؟ نحن نرى مثل هذه الانخفاضات الحالية هي انخفاضات مؤقتة في الوقت الحالي، وبالتالي ذلك يعطي نوعا ما إيجابية لمزيد من الصعود في الفترة القادمة، طالما لا تزال هذه الانخفاضات على سبيل المثال برنت لا يزال مستقر فوق 60 دولار للبرميل، خصوصا مع وجود فصل الشتاء مع إمكانية ارتفاع الطلب، وفي نفس الوقت هناك العديد من المحفزات مثل اتفاق تجميد الانتاج الذي يوجد فيه التزام كبير، ذلك يضاهي إلى درجة كبيرة انتاج النفط الصخري الحالي الذي يشكل ضغط نوعا ما قد يكون على الأسواق، ولكن التخمة التي كانت موجودة سابقا في المعروض تقلصت عما هي عليه مع وجود ارتفاع في الطلب. نعم. كذلك وزير النفط البحريني كان قد أشار في أحد تصريحاته إلى أن لا يوجد ما يعيق تمديد خفض الإنتاج، ولكن إذا ما قررنا خفض الإنتاج بصفة عامة مع الضغط الذي يشكله النفط الصخري عموما، كيف تكون المعادلة؟ كيف ستتحرك الأسعار وكيف يمكن أن تنجح هذه المبادرة في ظل هذه المعطيات؟ تماما. إذا بدنا نحسب نحن الكاونت أو العدد المنصات التي الحفر للنفط الأمريكي أو النفط الصخري هي أقل مما يعني في فورته كانت أعلى من ذلك، مع أسعار يعني نوعا ما مرتفعة بعض الشيء، قد يشكل ولا يزال يشكل ضغط النفط الصخري الأمريكي، ولكن يوجد هناك نوع من التفاهم من جميع الأطراف إلى أن بقاء الأسعار عند هذه المستويات وإلى الاتجاه الصاعد بعض الشيء قد نكون يعني نتوقع إمكانية 60 دولار للبرميل قد يكون مناسب لجميع الأطراف حتى النفط الصخري منها. السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة كيوتي، شكرا لك. شكرا لك.